بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم تحت العنوان Adding Text Boxes، والتكست بوكسز واحدة من ضمن الحاجات الأساسية، المساحة الخاصة بالتكست بوكسات. من قائمة انسيرت يا جماعة نلاقي عندي تبويب كان خاص بالتكست لوحده، لو أنا جست كليكيت عليه وضغطت في أي مكان فاضي يبتدي يرجلي تكست بوكس بتاعي، كما إني ممكن بشكل تاني أضغط على قائمة انسيرت أبتدي أنا ندرجه أو نبتدي نسحب ونرسم زي ما أنا عايز. طبعا تكست بوكس ممكن أكتب فيه الكلام اللي أنا عايزه، أنا هنسخ كلام، فلو عملت كنترول في هبتدي يلزجه. طبعا القصة فري خلاص، ممكن أعمل كنترول عليه من إن أنا هنحدد وأروح لقائمة هوم وأبتدي ازود في الخط، مثلا اخلي الخط بولد او رمنتج عليه زي ما انا عايز. المساحه الخاصه بالتكست بوكس دي طبعا بتتم ادارتها في اي مكان باي ابعاد، طبعا الكنترول بتاعها كالعاده يا جماعه رحت لقائمه فورمات، ممكن اتحكم في الاماميه، الخلفيه، الفيل، الاوت لاين، ممكن تعمل كنترول في حاجات كالعاده بتتعامل زيها كانها معامله اي اوبجكت عادي طالما فيها قائمه فورمات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.